للسقيره ما ظهر، وهنا ملعوبه ويعدي والسليمه وخطيره، الله، كاد ان يكون هدف مارادوني، كاد ان يكون هدف على طريقه ارماندو مارادونا. عد واحد وعد اثنين والثالث، وحارس المرمى ارتطمت الكره بحارس المرمى المنقذ ماركوس وارسا، يعني راح يشاهدها في البطيء بلا شك. هنا ملعوبه وهنا خطيره ولكن لحارس المرمى ديفيد تيم. نادر بالحاج، نادر بالحاج على طريقه مارادونا، هذا ارماندو مارادونا. برافو برافو بالحاج، كره جزائريه ما يعملها الا الجزائريين في مهاره فرديه ممتازه. حلو من نادر بالحاج، الجزار الجزائري يضع فريق بورتموث في أفضلية الهجمة الماضية. ولو كان هدف، لو كان هدف لكان الأجمل، لكان الأروع، لكان الأمثل، لكان الأحلى. شوف شوف الحاج، لكن راحت راحت على نادر بالحاج. صراخ الأقوياء وصرخة الليوث جاءت من نادر بالحاج،